انسحاب فوري وعاجل لقوات الغزو التركي إلى ما بعد منطقة سدادة شرق مدينة مصرات إذ تراجعت حشود المرتزقة السوريين والغزاة الأتراك عن سدادة تاركة خلفها حقولا من الألغام التي زرعتها بمقدمة المنطقة ارتداد مفاجئ للحشود التركية والمرتزقة السوريين رصده أهل مدن تورغا ومصرات يأتي للحفاظ على ما تبقى لهذه الجماعات من نفوذ يمتد الى ما بعد منطقه اسداده حتى مدينه مصراته، هذا التغير في الخطط العسكريه التركيه جاء بعد التصادم الكبير الذي جرى داخل صفوف الميليشيات الارهابيه الموجوده في طرابلس والتي عرقلت جزءا كبيرا من استراتيجيات انقره لغزو البلاد ونهب ثرواتها بخلافاتها المعقده على السلطه. هدف الدخول الى سرت والجفره بات بعيد المنال بالنسبه الى تركيا نتيجه صراع النفوذ الحاصل بين ميليشيات المدن الغربيه الارهابيه والذي ادى الى تشتت الرؤى لدى اردوغان فتشير التطورات الميدانيه الاخيره في الجانب المحتل من البلاد من قبل الغزاة الاتراك الى تخلي الميليشيات عن جبهات القتال بالمنطقه الوسطى وبقائها في مدن المنطقه الغربيه بعيدا عن خطوط النار. تلوح في الافق ملامح انهيار الصف الدفاعي التركي الذي دخل البلاد عبر حكومه السراج طمعا في ثرواتها وخيراتها والتوسع الجغرافي، خاصه بعد هذا الانسحاب المفاجئ. والدال على رهب الغزاه الاتراك من مواكب القوات المسلحه التي رصدتها وهي اخذه في التمركز بمواقعها الثابته بمحاور السرت والجفره